السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم طريقه طهي قلي السردين. هي سهله جدا. اول حاجه غسلت السردين تاعي، نقيته بيان، حطيته في كسكاس نشف شويه، ومن بعد راح جهزت المكونات الاتيه. درت زوج سنات ثوم، شويه كركم، شويه كركم، شويه فلفل اسود، شويه كمون، وشويه بابريكا. زدت واش نديرو لهم، نخلطوهم بالخل، عندي الخل تاعي هنا، نحطهم قليل فقط لمجرد يعطيهم النكهه. واذا عندك القارص ديري بالقارص اسهل ويعطيك ايضا نكهه. تخلطي الجميع، ودرت الملح ايضا ما نسيتوش، نزيدو لها شويه. هنا نجيب السمكة تاعي، ها هو بعد منقية، نمرمدها في هاي، ثم نمرمدها في الفارينة هكذا، ونحطها في المقلاة. ديجا انا كنت جهزت الزيت وحطيته يسخن، بعد ما سخن نحط فيه الحوت تاعي. ايضا هناك طريقة اخرى، هنا واش تحبي ثاني ايضا ديري، تحبي في نفس الوقت ديري بالوحده باش تجيك تقليلك يجي مقرمش، حبيتي ديري سمكتين مع بعضهم، هاهم في زوج في كلتا الجهتين، وتمرمديهم في الفارينه كذا، وتحطيهم في المقلات نتاعك. حبي ديري على اي طريقتين، في طريقتين يجيو هايلين، وتشوفوهم في صحن التقديم ان شاء الله. هذا طبق السردين تاعنا جاهز، نتمنى انكم تجربوه في اقرب فرصه، اقرب فرصه توفرت لكم فيها السردين. شهيه طيبه. ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو، ابوني لاشين تاعي، والى اللقاء في اطباق اخرى ان شاء الله.